ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. نبدأ مع الحمل ذكريات الماضي، ترجع من جديد وين تتفكر أيامات جميلة أنت والحبيب، ربي دوم مع عشرتكم. الثور، خطط قبل ما تنفذ وقيت أنك تتلفت لروحك، خدم مخك قبل القلب. الجوزاء، أوضاعك تتحسن تدريجيا بعد ما خديت قرار وضحيت وهيت نقولوا زيدا وضحت وجهة النظر متاعك. السرطان، فترة توعدك برشة تطورات تفرح لك قلبك، تعجبني الجرينتا اللي فيك. الأسد، الحظ معاك وين تتلقى أخبار سارة تخص حياتك المهنية وممكن فما ترقية. العذراء، تتمتع بجاذبية كبيرة وفما تغييرات في مصلحتك وكان على الصعيد العاطفي. الميزان، راجع حساباتك وخاصة ابعد عن المصاريف الزايدة. واضح؟ العقرب، ما نحبكش هكا تحكي معايا برشا، غيرة الشريك عليك راهي عندها مبرر، ابعد عن العصبية واسمع الكلام. القوس، ابعد عن المرج، علاش الحبيب وين تكلمه تبدا تعاتب فيه وهو لا عملت لا يد ولا ساقه هكا توا. الجدي، وقيت انك تحل صفحه جديده وتبعد على اغلاط الماضي وتخمم في جديد. الدلو، مشخشب هو وداخل بعضه لكن راهو فما سفره في الافق وين ترتاح نفسانيا. ونختم مع الحوت، ابواب النجاح تتحل قدامك وين تعرف ازدهار في كل المجالات.